أتمنى إن حضراتكم النهاردة يكون ثمار مبادرة أسيوط بالأصح اللي تم إطلاقها عقب صلاة الظهر النهاردة، وده سبب التأخير على حضراتكم اللي أطلقت اليوم من مسجد ناصر برئاسة وزارة. أتمنى إنها تكون أحد ثمارها جلسة الصلح اللي احنا بنحضرها اليوم ما بين عائلتي الهمامية والضباعة في قرية البربة. أتمنى إن أسيوط تبقى نهاية هذا العام فعلا أسيوط بلا صاد، وهنشترك معانا. وأنا سعيد النهاردة بوجود عدد من السيدات المجلس القومي للمرأة والواعظات والرائدات الريفيات. نص المجتمع في أسيوط أو في مصر بصفة عامة سيدات، وهم حراس القيم والعادات. الأم صدق الله العظيم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين. نقسم بالله العظيم. طبعا سعادة العميدة وكل زملاء أعضاء التدريس القائمين على هذا المركز، هو فكرة رائعة، وأيضا تأتي في إطار أهداف كلية الطب البيطري وفي صميم عملها وفي صميم تخصصها. وفي الواقع أنا لقيت أهداف كتير جدا مهمة جدا في اللوحات الإرشادية اللي موجودة في مدخل المركز، تتعلق بسلامة الأغذية والتفتيش والرقابة، ودي كلها طبعا موضوعات مهمة جدا. يمكن إحنا محتاجين لحاجات زي كده، وخاصة إن إحنا عندنا قطاعات مهمة جدا داخل الجامعة، سواء الإدارة العامة للتغذية اللي هي مسؤولة عن 30 مبنى من مباني المدن الجامعية، يعني تقريبا في 14,000 طالب وطالبة ما بين فطار وغداء وعشاء يوميا عندي، غير المطاعم اللي هي الخارجية زي المطعم المركزي أو صلاة أعضاء هيئة التدريس. عندي دور الضيافة اللي هو فندق الجامعة، وخاصة أيضا بيتعامل مع الإدارة العامة للتغذية. عندي النادي الاجتماعي في القرية الأوروبية بيقدم برضو، وده كله برضو بيجي من التغذية. فدي موضوعات مهمة جدا، ويجب ان احنا نكون حريصين على تحقيق السلامة وعلى ضمان سلامة وصلاحية اللحوم والدواجن المقدمة لكل المعنيين، سواء طلبة او اعضاء تدريس او حتى من خارج كادر الجامعة، لان في ناس الرواد بتيجي للجامعة سواء الفندق او النادي الاجتماعي في القرية الأوروبية او المطاعم الخارجية في المطعم المركزي من خارج الجامعة. الراجل ما بيكسرش خاطرنا في اي مناسبه، وبيجي لنا وبيشجعنا، وهو اللي قد دلوقتي ان احنا نعمل بروتوكول بين الكليه وبين المطعم المركزي والمطاعم اللي خاصه بالمدينه الجامعيه، ودي حاجه كويسه جدا ان احنا نعمل بروتوكول ونعرضه على حضرته ونمضيه مع بعض، لان دي هتساهم في جوده اللحوم والغذاء بالنسبه للمدينه الجامعيه والمطعم المركزي. انا بشكر حضرتك باسم شخصيه ذاتك. اللوائح دي كانت مفيش في فتره التدريب وترجع خلاص قالوها والدكتور محمود يابا هو اللي اتظلم. شوف الحاجه اللي هتعمل ايه، الجوده القديمه غير الجوده الحديثه، خلاص اشوف حاجه جديده القديمه والصغير رفيع اللي هناك. الراجل ما بيكسرش خاطرنا في اي مناسبه، وبيجي لنا وبيشجعنا، وهو اللي قد دلوقتي ان احنا نعمل بروتوكول
بين الكلية وبين المطاعم، المطعم المركزي والمطاعم اللي خاصة بالمدينة الجامعية، ودي حاجة كويسة جدا ان احنا نعمل برنامج ونعرضه على حضرته ونمضي مع بعض، لان دي هتساهم في جودة اللحوم والغذاء بالنسبة للمدينة الجامعية والمطعم المركزي. انا بشكر حضرتك باسم شخصية. زيادتك الأواعي دي كانت مكتشفة دكتور الأمين ودرامة الكاحة ودكتور محمود يابا هو ده بالظبط. شوف الحاجة اللي هتعمل فيه حتى الجودة القديمة غير الجودة الحديثة خالص، مش حاجة جديدة القديمة والصغير رفيع اللي بالعكس الطلاب. الراجل ما بيكسرش خاطرنا في اي مناسبه وبيجي لنا وبيشجعنا، وهو اللي قال دلوقتي ان احنا نعمل بروتوكول بين الكليه وبين المطاعم، المطعم المركزي والمطاعم اللي خاصه بالمدينه الجامعيه، ودي حاجه كويسه جدا ان احنا نعمل بروتوكول ونعرضه على حضرته ونمضي مع بعض، لان دي هتساهم في جوده اللحوم والغذاء بالنسبه للمدينه الجامعيه والمطعم المركزي. أنا بشكر حضرتك باسم شخصية. على كتاب الله بأننا تصالحنا وتصافينا وأصبحنا إخوة، هذا عنا ونيابة عن أهلينا، ولا نسمع لكلام الواشين ولا لخبص الخباصين. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، ومن يخن ينتقم الله منه في نفسه وماله وأولاده، والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول شهيد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. حقا إنها فرحة عظمى، حقا إنه يوم مشهود يشهد له العفو والصفح، وعما صفات من صفات الله هكذا تجلى، تجلى اليوم. يجب أن نتفرغ للقضاء على مشاكل هذا المجتمع. الأمية متفشية، البطالة متفشية، لن يسود هذا المجتمع لا رخاء ولا تصنيع ولا توجه للرخاء، ولن يكون هناك جيل جديد زي ما الدولة والسيد رئيس الجمهورية قائدنا بيسعى ان يبقى في جيل جديد. الجيل الجديد كل الرواصل دي بتعيقه. اتمنى ان احنا نصل في نهاية هذا العام إلى انتهاء المنازعات السعرية بالكامل. لو قدامنا اللي ظهر 64 منازعة سعرية انتهوا منهم اثنين، أتمنى أن ننتهي من نهاية هذا العام بكل المنازعات السعرية. أنا بوشيد بمنظمي هذا الصرف وكبار عائلتي المتواجدين سواء من نزلة عبد الله أو من الوسط. وأشيد بكافة القيادات وخاصة الأمنية اللي وصلتنا لهذا الاجتماع. يجب أن نتفرغ للقضاء على مشاكل هذا المجتمع. الأمية متفشية، البطالة متفشية، لن يسود هذا المجتمع لا رخاء ولا تصنيع ولا توجه للرخاء، ولن يكون هناك جيل جديد زي ما الدولة والسيد رئيس الجمهورية قائدنا بيسعى ان يبقى في جيل جديد. الجيل الجديد كل الرواصل دي بتعيقه. اتمنى ان احنا نصل في نهاية هذا العام الى انتهاء المنازعات السعرية بالكامل.
احنا قدامنا اللي ظهر 64 منازع ثغريه انتهوا منهم اثنين. اتمنى ان ننتهي من نهايه هذا العام من كل المنازعات الثغريه. انا بوجيد بمنظمي هذا الصرف وكبار عائلتي المتواجدين سواء من نزله عبد الله او من الوسط. واشيد بكافه القيادات وخاصه الامنيه اللي وصلتنا لهذا الاجتماع. بيبدلوا محضرات المركز علشان تقدير جامد.